يستقبل السواح بوشه. والله هو مدي ظهره للداخلين البلد، يا تقدر تقول واخد حذره، اه تمويه يعني، انما بقى اللي يجي خارج منها يلاقي رمسيس واقف له، يعني قد تكون سياسه بلد مثلا لندغ الارهاب. شنو ولا ايه؟ لا حبيبي، مصر طول عمرها محروسه، ياما جه عليها ناس وراحوا، وهي على طول مصر دي ام الدنيا، بلد المعز. بلد المعز وام المصريين وام الخلول. ام الخلول؟ مصر ام الخلول؟ اه طبعا ام الخلول، من قديم الازل. احنا اقدم امه في الكون من ايام الملك فاروق. لو سمحت بليز بليز بليز، ممكن تبطل كلامي وتركز في السواقه؟ ها، عشان انت كده قربت تفضحني. سيبيه براحته، انا مبسوط قوي ان انا بسمع حد بيتكلم باللهجه المصريه اللي انا بحبها. بص يا حبيبي، ايوه الشنطه دي اللي بتجيب الفلوس. ازاي بقى؟ اه دي فيها عده ادوات الوشم بتاعتي. اه فهمت انا كده بقى، فهمت انا امان باشا كده بقى، فهمت يعني حضرتك بقى كده غيرت من مهنه التنتو والرسم لتجاره المواشي. مواشي؟ شو بيقول بتاجر في بيعمل المواشي دلوقتي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ الدكتور يقصد يعني ان هو طور من الرسم بتاعه خلاه وشم على الجسم.